مساء الخير سيدات والسادة الحاضرون افتتاح هذا المهرجان الجميل. أنا سعيد باش نتواجد معكم اليوم في هذا الحفل ديال الافتتاح ديال هذا المهرجان الجميل لقد الجميل. بالحقيقة هاد المبادرات بحال هادو لابد وجدير حنا كمؤسسات منتخبة طنجة باش نحيوها وندعموها لأنه بالفعل كتعبر على الدينامية ديال الفعل المدني بالمدينة خاصة في المجالات الثقافية بحال السينما. كما كنعرفوا بأنه مدينة طنجة عندها واحد التاريخ جميل جدا في المجال ديال السينما. أتمنى النجاح لهذه التظاهرة وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا.